سهل. نطلع شوي شوي زي ما احنا وعدينكم دائما نرفع درجة حرارة جسمنا، نحمل منيح لأنه اليوم تمارين بس للكور. بس هون حنحمي هاي المنطقة بس لحالها، نحمي ايدينا شوي كمان لأنه راح نستعمل ايدينا. والعدة راح نستخدمها بسيطة جدا، راح نستخدم باند خفيف، راح نستخدم السويس بول أو ستابيليتي بول بنسميها. هلا هون يمين شمال يمين شمال، زي ما قلت لكم بنحمل كور مسلز منطقة وسط الجسم لأنه راح نركز عليها اليوم. بعدين راح نروح أنا والكوتش أول تمرين، راح نلف هيك نام على ظهرنا، نعمل أول تمرين أرفع رجلي لفوق. طبعا ما راح نعمل تكرارات كثير عالية، حنعمل جولتين من كل تمرين. حبلش أول تمرين حلمس إيدي من ورا، راح أرجع هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا حطلع هون في الكوتش، يس. حنعمل في كرانش سايد، ايدي راح تكون بهاي الوضعيه، جسمي ظهري شوي لورا، برفع رجلي، نعمل سايد على نفس الجهه. حنضل 1 2 3، بحاول اميل جسمي شوي، 4 على جهه الشمال، 5 6 7 8، وراح ابدل على الجهه الثانيه. 1 2 go 1 2 3 4، راح نعمل 8 تكرارات. 5 6 7 8، بريح شوي. طبعا رجلينا من هون من هاي المنطقه راح يشتغلوا ابر من هنا، فشيء طبيعي جدا لما نشتغل تمارين الابس انهم هاي المنطقه تشتغل. هلا راح نعمل في كرنش، هرفع ايدي شوي ممكن نسحب هذا التمرين ورجلي من هوا، راح نضم حالنا 1 2 3 4 5 6 7، كمان واحدة 8. هلا راح نستخدم البول، حنعمل بلانك على البول، نرجع شوي لورا كوتش، يس. ايدي راح يكون بهاي الوضعية، هون بنعمل تمرين ثبات لمنطقة وسط الجسم منطقة البطن. ايدي على البول، راح انزل شوي شوي لتحت وبطلع، جسمي ضل استريت. طبعا الناس اللي عندها اوجاع بظهرها ممكن شوي هذا يكون صعب عليهم التمرين او راح يسبب لنا وجع بزياده اسفل الظهر. 2 بنزل لما يصير جسمي استريت. 3 4 5 6، كمان 2 7، كمان واحدة 8. هلا راح نحط الطابة اللي هم برا، حنعمل تمرين اسمه بالوف، نمسك الباند هون، نستخدم باند احنا، نعمل هاف نيلينج، ننزل على ركبنا، رجل قدام ورجل ورا. هون بس بثبت ايدي، لازم يكونوا على مستوى تشست مستوى صدري، وراح اعد للعشرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، راح نبدل برضه هون، بنشغل الاوبليكس عضلات خواصر، بنشغل الابس النص الابدومينال، برضه راح نعد للعشرة، 1 2 3 4 5 6، بضل شاد عضلات بطني، 7 8 9 10. هلا راح نرجع لاول تمرين، نرجع نعيده من اول وجديد كمان مره. اول تمرين نرجع رجلي بالهواء، حنعمل 6 تكرارات بس، جو. 1 2 3 4 5 6، راح اريح. حنعمل في كرنش، هلا سايد
هاي بهاي الوضعيه برضو الناس اللي عندها اوجاع ظهرها خاصه باسفل الظهر ممكن شوي يكون صعب عليهم هذا التمرين. هلا هنروح نفس الجهه نعمل 7 تكرارات. 1 2 3 4 5 6 7 وراح نعمل سويتش. 1 2 go. 1 2 3 4 5 6 7 روح اريح. هلا حنعمل في كرانش، هذا تمرين شوي اصعب. جاهز سويتش، برفع رجلي بالهواء، ايدي ورا راسي وبضم حالي. 1 2 3 4 5 6 7. هلا رح نرجع على البول كمان مره. طبعا تمارين الكور مصل، الكور هو مش بس عضلات البطن، عندنا هون الاوبليكس، عندنا الريبس، هون عندنا اللور باك، فاحنا بس بنحرك منطقه واحده، استهدفنا المنطقه هي هي الابدومينال، هي عضلات البطن من قدام. هلا ننزل شوي شوي مهنا. 1 2 راح نعمل 8 تكرارات. 3 4 5 ما انسى اتنفس دما وانا عم بتمرن. 6 7 8. هلا رجع الطوات مكانهم، نمسك الباند. 4 اوكي هنا انا رجلي لازم ابدا رح نثبت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 راح ابدل الاماكن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ننتقل واحد مكانه. هلا راح نعمل اخر تمرين، هننام على ظهرنا. فوتك علي فوتك. يس نعمل تمرين اسمه ريفرس بلانك، راح ارفع ايدي هون بعدين برفع رجلي وراح اثبت. هنعمل هولد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 راح انزل تحت ناخذ نفس خفيف نعمله كمان مره. ليتس جو. 1 2 بحاول رجلي على مستوى ايدي. 3 4 5 6 7 8 9 10 راح اريح. راح ننام على بطننا كوتش، نعمل ستريتش لعضلات الابس هون. ننام على بطني، ايدي على مستوى صدري، بطلع شوي شوي لفوق، بتنفس، نعمل ستريتش وبنزل. نعملها كمان مرتين، بطلع شوي شوي بنزل لتحت اخر مرة. لا هلا حنعمل ستريتش للسباين للعمود الفقري، ننزل لتحت بروح شمال كنت يمين على شمال. هلا نبدل الثانية. بنلف نريح ظهرنا شوي، استعملنا شوي ظهرنا، ممكن يصير عندنا شد عضل، بنعمل ستريتش احنا لحتى نتجنب اي شد عضلي ممكن يصير معنا. اخر اشي كوتش هون، زي ما حكيت لكم احنا اليوم استهدفنا عضلات البطن الابدومينال مسلز.
يعطيك العافيه كوتش. طبعا هيك انا وكوتش زين بكون خلصنا تمريننا اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منهم.